عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، نستمع الى هذه الكلمات القصيرة لاستاذنا الاستاذ صلاح الدين غطاس. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت اود ان اقول كلمتي هذه في وجود الافاضل، شيوخنا الافاضل الشيخ عزازي وفضيلة الشيخ قارئ القرآن. ما أجمل هذا الكلام الذي سمعناه، لا أجد ما أقوله ولا أعلق به عن هذه الكلمات وعن هذه القراءة التي سمعناها، وأكتفي بالشكر والترحيب بكل الحضور الذين أتوا من مختلف المحافظات، وأخص بالذكر أنا صلاح الدين غطاس من المنصورة مركز ومدينة نبروه. أشكر أخي الفاضل الحاج فتحي شعبان غطاس، غطاس ولا غطاس يا عم فتحي؟ غطاس، وأولاده المحترمين. وأشكر الجميع وأكتفي بهذه الكلمة، وكنت أود أن أقول أكثر من هذا ولكن لضيق الوقت. أنا صلاح الدين غطاس من الدأهلية، وأقيم في فيصل مريوطية، وأعمل في مجال الحج والعمرة وخدمات الحجاج، وأنا أخوكم وتحت أمركم. شكرا لهذه الكلمة ومن أتاح لي الكلام. السلام عليكم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. جاء النبي محمد من بعد ما عظم البلاء وعمت الأسقام، شملت هدايته الحياة جميعها وتطهرت في بحره الأيام، حظيت به من بعد أزمنة مضت في الختم آمنة وكان ختام. لم تلق ما تلقى النساء بحملها، فالحمل نور كله وسلام، ورأت خروج النور حالة وضعه فأضاء بصرى ما حوتها الشام. هذا احتفال واحتفاء من هنا وهناك، قد حفلت بك الأيام. صلى عليك الله يا نورا لنا ولغيرنا يا من له الإكرام، صلى عليك الله يا من جاءنا بهداية عنوانها الإسلام. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحتفل سويا بميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء هاديا ومبشرا ونذيرا. سيدنا حسان ابن ثابت ذهب إليه قومه قبل إسلامه وكان شاعرا فحلا، وقالوا له يا حسان هذا المال لكي تذهب إلى محمد وتكتب فيه قصيدة هجاء نهجوه بها. فذهب سيدنا حسان إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ونظر إليه فتغيرت ملامحه، وعاد إلى قومه فقالوا له ماذا دهاك يا حسان؟ قال لهم هذا المال لا حاجة لي به، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ونشد قوله المشهور: لما نظرت إلى أنواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري، خوفا على بصري من نور طلعته، فإني لا أنظره إلا على قدري. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما دخل على أصحابه وقفوا له إجلالا وتعظيما، فقال لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:
لا تقف لي كما تقف العاجم لأباطرتهم. فكلما دخل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقفوا إلا سيدنا حسان كان يقف عندما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم أنهك يا حسان؟ فقال سيدنا حسان: وقوفي للحبيب علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. نتواصل مع حضراتكم بعد آذان المغرب إن شاء الله.